السلام عليكم بنات، كي دايرين؟ بخير، لاباس عليكم؟ واش اخباركم؟ كلشي مزيان؟ كنتمنى هذا الفيديو يلقاكم في احسن الاحوال، تكونوا فرحانات ونشطات وعلى خير. المهم كيف ما كتشوفوا وكيف ما شفتوا في العنوان، ان شاء الله اليوم واحد الفيديو اللي فيه واحد المشتريات هكا مهمه للناس. انا العزيز عليا في رمضان ندخل حويجات جدادين في المواعن، ومن كتبدا داك الشهير الله يوصلنا ليه يا ربي على خير، لا فاقدين ولا مفقودين يا ربي. اللي كيتمنى شي حاجه نتمنوا من ربي يلحقوا بها، اللي مريض الله يشافيه، اللي الله يرزقنا من عنده يا ربي. فكما كتشوفوا البنات، انا كانت المهم عندي واحد الميزانيه ديال، قررت انني غادي ناخذ بها الحويجات اللي بغيت من المواعن. المهم البنات، بالنسبه لهاد المواعن انا خليتهم من المحمديه. انا كما كتعرفون يعني المتتبعات ديالي راه عارفيني كنسكن في مدينه ديال اكادير. بالنسبه للبنات لهاد المعينات هادو خديتهم من المحمديه. بالنسبه للبنات المحل بالضبط كاين، المهم اللي بغا يدخل الانستغرام، انا هاد المحل هذا اول مره شفتو في الانستغرام. الناس اللي عندهم الفيس راه غادي يدخلوا الفيسبوك، غادي يلقاو غادي يديروا اواني شعيب، غادي تخرج ليهم يعني الصفحه ديالهم، يعني الصفحه راه تبارك الله فيها اكثر من 300 الف مشترك. كيديروا تخفيضات اللي رائعه. كما قلت لكم البنات، يعني انا مشيت من اكادير حتى المحمديه على قبل هذا المحل هذا باش غادي نتقدم لهم المعينات اللي كانوا عاجبيني وكان فيهم سولت. بالنسبه للبنات، الاول حاجه هي هاد التوصيل الكبير كيف ما كتشوفوا مع هاد ستة صغارين. بالنسبه للبنات انا كنت غناخذ الباك، عنده واحد الباك يعني فيه هاد ستة ديال الطباصل وهاد التبصيل الكبير، وفيه ستة ديال الزلايف، وفيه واحد الفراقه ديال جوج، وفيه واحد ديك العيبه اللي كيكون هكا ديال الكيك. المهم البنات فاش مشيت تلقيتو ساله، لان البنات كيكون عنده الزحام بزاف بزاف، الناس كيجيو من المدن باش كيتقداو عنده هكا. كما قلت لكم انه كيدير، انا ما تندير البنات حتى شي اشهار، دائما كنقولها لكم انا هذا الشيء تقديتو بفلوسي، ما در ما دايره اشهار، ما عندي حتى شي علاقه بالمحل. انا غير فيما كنتقدا كيكونوا هكا شي هميزات، شي بلاصه زوينه كنتقدا منها راه كنشاركها معكم. هذا الشيء اللي كاين، هذا الشيء البنات انا مخلصاه بفلوسي، ما دايره اشهار لحد، ما عطيه ليا حد. بالنسبه للبنات كما قلت لكم، اول حاجه كتبقى هي هاد الطبيصلات هادو. هاد الطبيصلات البنات دايرين 70 درهم. بالنسبه للباك اللي قلت لكم انا بغيتو تاخذوا الباك بكل شيء، اللي بالفراقه، بديك الحامل ديال الكيك، بكل شيء، راه تيدير 240 درهم. انا كنت باغا ناخذه ولكن لقيتو ساله، لقيت بقى فيه غير هاد التبصيل الكبير مع هادو. بالنسبه لهادو البنات 70 درهم كيف ما كتشوفوا. هانتوما البنات كيجيو الطبيصلات ديالو، هانتوما تقال جوج ديالو تقيل بزاف كيف ما كتشوفوا. هانتوما حجم مناسب وغويرقين، يعني هكا تقدري ديري فيهم سلطه، تقدري ديري فيهم الحلوه، تقدري ديري فيهم اي حاجه. هانتوما البنات طبصيل كبير مع سته ديال الطباصل. هانتوما نحيدهم باش غادي نوريكم الحاجه ثاني حاجه البنات. ثاني حاجه خديت البنات هي هاد الباك هذا اللي كيجي هكا كريستال، كيجيو فيه ثلاثه البنات ديال هانتوما. كيجي فيه هاد الحامل ديال الباكي هكا ديال الزاج، كيجي بحال هكا انتوما البنات كيف ما كتشوفوا. هو هذا، هادو البنات كيجيو بثلاثه، كيجيو بعشرين درهم. هانتوما البنات هادو ثلاثة بعشرين درهم. نحيد هاد الكرافن، مهم ثلاثة البنات كيف ما كتشوفوا بعشرين درهم. هاهما البنات، كاين هادا كتجي هكا على شكل بونبونيير هكا، كيجي هادا وكيجي معاه هادا، وكيجي معاه البنات هذا بحال هكا. المهم هادو تقدري تحطيهم يعني دائما تحطيهم هكا في طبيله. نحيدوهم هنايا هادو، شي بحال ليا كنحط. ايوا ملي جابت لينا لوجين، جابت لينا الطويجين نشاركو معكم. بالنسبه للبنات الطويجين خديت هذا كيف ما كتشوفوا هانتوما البنات. المهم راه كانت هزه لوجين كتلعب به، هانتوما كيجي على هاد الشكل البنات. مهم بالنسبه للينوكس ديالو كيجي ثقيل، هانتوما البنات ديال اسبانيا، مهم كتبين انه ديال اسبانيا.
اينوكس هانتوما البنات، هاد لا ماركه ديالها معروفه هاد السميه هادي. المهم البنات بالنسبه لهذا خديته ب 80 درهم، ولكن هذا ثقيل، غادي نجربو ان شاء الله وغادي نقول لكم نجربو نقول لكم كيفاش صدق واش زوين ولا خايب. بالنسبه للبنات واحد جوج ثلاثه، الرابع حاجه اللي مشيت ثاني على قبلهم لان البنات انا سالاو لي الكيسان ما بقاوش عندي الكيسان. المهم بالنسبه للبنات الكيسان خديت انا نقول انا نبدا معكم بالكيسان كامل اللي خديت، لان خديت هاد الباكيه وخديت جوج باكيات وحدين اخرين. بالنسبه لهذه البنات كيجيو على هاد الشكل هذا، هادو البنات خديت ثلاثه الباكيات ب 50 درهم، هادو جاوني يعني ثمن مناسب ثلاثه الباكيات يعني هالولا. المهم هما البنات هادو غير ديال هكا انت ووليداتك يعني ماشي ديال الضياف ولا شي حاجه، ولكن بالنسبه لثلاثه الباكيات يعني 18 كاس ب 50 درهم. ها هما البنات شفتوهم 18 كاس ب 50 درهم، هادو البنات حتى هما ثمن مناسب. ها هما البنات، المهم واحد الباكيه كنت خويتها، ها هما هانتوما شفتوهم كيفاش دايرين. هادو كيما قلت لكم ديال الاستعمال اليومي، ولكن بالنسبه لثلاثه الباكيات ب 50 درهم فراه ثمن زوين. صافا البنات بالنسبه لهاد الكيسان كيف ما قلت لكم ثلاثه الباكيات ب 53 درهم، ندوهم هنايا وندوزو للكيسان الاخرين اللي خديت. بالنسبه للبنات الكيسان الاخرين اللي خديت، هادو البنات بالنسبه هكا للضياف، ها هما البنات هادو ديال الريشه اولا شجيره اولا كل واحد شنو تيقول ليهم. ها هما البنات كيف ما كتشوفوا كيجيو على هذا الشكل هذا، 12 كاس ب 70 درهم. ها هما البنات نقرب لكم الكاس باش تشوفوهم كيفاش دايرين. هانتوما البنات هادو هما الكيسان ديال 70 درهم، هادو البنات سجلهم غليظ زويبنين هكا الاعياد المناسبات، جا عندك شي واحد هكا تحط طبيله متيوله وزوينه. بالنسبه للبنات لهاد الكيسان هادو كيف ما قلت لكم ب 70 درهم. دابا غادي ندوزو للكيسان ديال 60 درهم، ها هما البنات هادو البنات ديال 60 درهم، ها هما كيجيو على هاد الشكل هذا، هادو ديال 60 درهم. هانتوما البنات هادو ب 60 درهم، وكما قلت لكم كاينين ديال هادوك الاخرين اللي وريتكم في الاول راه ديال 70 درهم. ها هما البنات صافي، هادو بالنسبه للكيسان. دابا غندوز نصاوب معاكم، غادي نوريكم البلاطو اللي خديت ومن هانيك نصاوبوه، نحطو الكيسان في البلاطو نشوفو كيفاش غادي يجيو. بالنسبه للبنات البلاطو اللي خديت فهو هذا، كيدير الامبلاج ديالو. بالنسبه للبنات البلاطو اللي خديت هو هذا، مهم راه هكا خديت هذا الشيء راكم عارفين يعني كلشي تيهز الحاجه كيقلب. مهم ها نتوما البنات هذا راه غادي غير يتمسح ويولي كيبان زوين هاد الجوج ديالو. ها نتوما البنات بالنسبه للبلاطو خديته ب 120 درهم، ها هو البنات شتو هذا البنات ب 120 درهم. نديرو فيه الكويسات نشوفو كيفاش غادي يجي. المهم هاد السيد راه واخا يعني هذا دايرينو على حساب 6 د الكيسان، ولكن راه تيهز تبارك الله تيهز 12 كاس. هاو البنات تتقولوا لي كيفاش جات الطبيله، تعطيني الراي ديالكم. شتو البنات الصراحه رائعين فنين، عجبتني انا هاد عجبتني زعما هاد البلاطو هكا شي حاجه زوينه تحطيها يعني بوجهك احمر كما كنقولوا. المهم البنات ندوزو دابا حاجه اخرى.
ندوزو دابا للباك ديال المعالق. عطيني لو جي. بالنسبه لبنات الباك ديال المعالق اللي خديت فهو هذا. واخا بلاتي نصور ونعطيك بلاتي. بالنسبه لبنات الباك ديال المعالق هو هذا كيف ما كتشوفوا. هاك ها هو البنات كيجي بحال هكا. شو هذا البنات ب 70 درهم. هانتوما شو كيفاش دايرين. هادو فيه 6 6 6 من الحاجه. فيه 6 ديال المعالق. هانتوما البنات 6 ديال المعلقات 6 ديال الفرشيطات و 6 ديال المواس. ها هو البنات 6 ديال المواس. بالنسبه للمواس هما هادو. صراحه هذا الباك هذا زوين. ودابا ندوزو القريعات. كنعرفو رمضان تنبغيو نديرو هكا. كنبغيو نديرو عصائر اللي كيكونوا مختلفين. وهاد المرات كيشد لك العصير يعني المهم في رمضان كنحتاجو كن البانيوات الشباكي الكيسان السوبيرات كلشي كيتجبد. المهم البنات بالنسبه لهاد القراعي هادو كريستال كيف ما كتشوفو جاو 4 3 ب 60 درهم. هانتوما البنات بالنسبه لهاد الفم ديالهم ها هو كبير يعني الا بغيتي تغسليهم يعني ساهلين في التنظيف ديالهم. هانتوما البنات كيفاش كيجيو. شتو كيجيو على هذا الشكل هذا. هانتوما هادو 6 قلت لكم 6 3 ب 60 درهم. بالنسبه للطباسل البنات هادو هادا لوجي. بالنسبه لبنات هاد الطباسل هادو زوينين هادو كيعجبوك عجبوك عيط ديرو فيهم كديرو فيهم كنطيب فيهم. بالنسبه لبنات الطباسل كيبقاو هما هادو. هادو ديال الاستعمال اليومي. هادو البنات 10 ديال الطباسل ب 60 درهم. هانتوما البنات حتى هادو صراحه جاوني زوينين يعني الا غتاخدي واحد راه تقريبا كيتباعوا ب 10 ديال الدراهم الواحد. ملي كتاخديهم هكا 10 ب 60 درهم راه كيتقاموا عليك ب 120 تقريبا شي 6 دراهم للطبسيل. ها هما البنات هادو 10 ديال الطباسل كيف ما كتشوفوا. ها واحد ها جوج المهم 10 البنات ديال الطباسل 60 درهم. عطيني لوجي عطيني داك الموسلموس. اري اري موس. لا خايب الموس. صافي البنات خديت هنايا هاد الطباسل هادو كيف ما كتشوفوا. هادو البنات يعني حجم كبير. هاهما البنات يعني حجم كبير ديال الطباسل ديال 40. هانتوما البنات راه يعني هاد النوامر هادو راه كتباش كتعرفي الحجم ديال الطبسيل. هادو البنات 40 كيف ما كتشوفوا. خديت جوج ب 60 درهم. ها هما كبارين يعني هادو راه يهزو حتى ثلاثه ديال الدجاجات. شفتوا البنات غير مع الكاميرا كتعرفوا ما كتعطيش الحجم الحقيقي ديال الحاجه. هادو البنات جوج كيف ما كتشوفوا جوج ب 60 درهم. نحيدهم هنايا ودابا غادي ندوزو لاخر حاجه. البنات اللي هي هاد الطبسيل هذا ديال بسطيله يعني هذا هو الحجم الكبير ديال الطباسل هو هذا. هانتوما البنات راه غير كما قلت لكم ما تيعطيوش ما تعطيوش حقو الكاميرا. بالنسبه للبنات لهاد الطبسيل هذا خديته ب 70 درهم ولكن كما قلت لكم الحجم كبير. هذا البنات بغيت ندير فيه بحال هكا كما قلت لكم بغيتو تحطو فيه بسطيله بغيتو تحطو فيه حتى الدجاج مع شليضه هكا بلا ما تحطو دوك البلاطوات. هانتوما البنات راه كيبقى شي حاجه زوينه وثقيل. هانتوما شوفوا الديزاين اللي فيه شفتو. وحتى هاد الطبسله البنات اللي خديت هاد الصفرين يعني كيمشيو حتى مع هذا يعني غيمشيو مع الصغير اللي غتحطي كيكه ولا حلوه ولا هذا وغيمشيو حتى مع هذا. الا بغيتي تحطي شي حاجه مالحه شي دجاج شي حاجه تقدري تحطي هذا فيه هكا شليضات ولا شي حاجه حتى هو كيمشي مع هذا. انا فاش خديت البنات هذا هو الاول عاد باش طاحت لي ديك الفكره في راسي انه الا حطيت هذا ضروري خصني معاه الطبيصله ديال الشلاضه ولا شي حاجه ما غاديش يجوا معاه الطباسل البيضين. دونك خصني بحال هادو اللي هكا ذهبيين بحالو.
المهم البنات هادشي اللي كاين، هذه هي المعنات اللي خديت. كنتمنى ينالوا اعجابكم، كنتمنى بحال هكا. المهم كما قلت لكم دائما الا كانت شي حاجه راه كنقولها لكم كما كنستافد كنبغي كلشي يستافد، فهادشي اللي كاين البنات. فكنتمنى يا ربي توصلنا لسيدنا رمضان بصحه جيده، وكنتمنى كما قلت لكم شي حاجه الله يوصلوا لها يا ربي. فهادشي اللي كاين، كنتمنى الفيديو ديال اليوم ينال اعجابكم. ما تنساوش خصكم من واحد لي لايك، من واحد لايك، وما تنساونيش من تعليقكم الرائعه، ما تنساونيش من بارطاجيو الفيديوهات ديالي مع اهلكم مع اصحابكم. وغنقول لكم الى اللقاء الفيديو اخر ان شاء الله باذن الله.